ده واجب وطني وده التزام على كل مواطن ان هو يروح يدلي بصوته في الدائرة بتاعته علشان خاطر يختار النائب اللي هيمثله في البرلمان، لانه النهاردة دي تعتبر مشاركة ايجابية، وبالتالي لازم كلنا نشارك في اختيار نوابنا اللي هيعبروا عن رغباتنا ويعبروا عن احتياجات المنطقة اللي احنا فيها ويرغبوا عن طلبات المواطنين في المنطقة اللي احنا تابعين ليها. وبالتالي بعد كده ما يجيش يقول انا ما كنتش اخترت او ما عرفش او النائب ده مش ماشي زي ما احنا كنا عايزين او حاجة زي كده. فلازم كل واحد يروح يدلي بصوته وبالتالي تبقى مشاركته ايجابية.